حول موضوع الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أبو المعاطي السندوبي. سيد أبو المعاطي، كيف تابعت اقتحام قوات الأمن مقر صحيفة المصريون واعتقال الصحفيين والعاملين بالصحيفة؟ طبعا تابعته بقلق وحزن شديد على ما يحدث لزمهنة الصحافة في عهد هذا الدكتاتور السفاح يعني. والمبرر الوحيد ده أحد الحلقات في مسلسل القمع والكبت والقهر للصحفيين اللي بيمارسوا هذا النظام الدكتاتوري اللي منع وصول الكلمة الحرة والرأي الصحيح إلى غالبية شعبنا المحاصر تماما من أي عمل صحفي حقيقي أو من أي معلومة حقيقية عن الأوضاع اللي هو عايش فيها. هو عاوز يمنع الصحفيين من الكتابة بطرق كثيرة جدا، منها الإرهاب، منها التخويف، منها تغليظ العقوبات، منها دخول واقتحام مقرات الصحف، منها أيضا منع الزملاء من ممارسة عملهم، منها منع الكتاب من الكتابة في الصحف، منها تعيين رؤساء تحرير موالين. ما تذكره الآن سيد أبو المعاطي يفعله السيسي وهو موجود الآن بأمريكا التي يعني انتقدت خارجيتها ملف حقوق الإنسان الذي يقوده عبد الفتاح السيسي في مصر، كيف يفهم هذا الكلام؟ مين قال ان الامريكان مؤيدين اصلا حقوق الانسان في مصر؟ الواقع الحقيقي ان اوروبا وامريكا مطلقه العنان تماما للسيسي ان يفعل بنا وبشعبنا كل ما يريد مقابل ان هو يظل عميل لهم ويخدم وينفذ مصالحهم في الشرق الاوسط. الامريكان ليسوا معنا، ليسوا مع شعبنا، ولا الاوروبيين كحكومات مع شعبنا. كلهم مؤيدين لهذا الدكتاتور السفاح لأن هذا الدكتاتور السفاح يوفر لهم كل الشروط وكل يحقق لهم كل الأهداف التي يرونها ضرورية بالنسبة لاستراتيجيتهم في منطقة الشرق الأوسط. طب نعود مع تحدث الأمريكان على أنه حقوق إنسان مضطهدة في مصر وأن هناك قلق، كلمة قلق اللي دايما بتصدرها وزارة الخارجية الأمريكية في بياناتها انها قلقه على اوضاع حقوق الانسان في مصر. هذا تعبير لا معنى له عمليا في ارض الواقع، لان القلق الامريكي حتى لما بيظهر في بعض اللحظات ليس له سياق يترجم الى فعل امريكي للضغط على السيسي لاحترام حقوق الانسان. طيب سيد ابو المعاطي، ماذا عن جمال سلطان؟ جمال سلطان فيما يبدو ان كتاباته لم تصطدم مباشره بالنظام المصري، لماذا فعل النظام ما فعل اليوم مع جريدة المصريون؟ لأن النظام في مرحلة تطور ناحية مزيد من الدكتاتورية والقمع بشكل متتالي. هذا دكتاتور لن يسكت عن أي أصوات حتى ولو كانت متدنية في معارضتها له، حتى لو كانت لطيفة، حتى لو كانت مهذبة، حتى لو ذكرته، حتى لو انتقدت الحكومة ولم تنتقده هو. هذا النظام كل يوم يأكل نفسه بنفسه لأنه دكتاتور لن يرضى عن أي أحد إلا أن ينتهي الأمر في النهاية أنه يسمع نفسه بنفسه وصدى صوته وهو يقول أنني أفضل حاكم في التاريخ. هذه حالة مرضية وحالة نفسية لكل الدكتاتوريين أن هم بيأكلوا أصلا نفسهم يعني. والدليل على ذلك لميس الحديدي، لميس الحديدي خدمت عليه، وإلى الإبراشي، الإبراشي اشتغل خدام عندهم يعني. وكثيرين، تامر عبد الحق، تامر وكل المجموعات دي كلها اشتغلت خدام عنده، ورغم عن ذلك في النهاية لم يتركهم وفصلهم وقعدهم في بيوتهم لأن هو مش عاوز إلا هو يسمع الحاجات اللي عاوزها. حتى وإن كانت من باب هامش حرية يقال فيها ما يقال. شكرا جزيلا لك. السيسي استراتيجيته الرئيسية ان هامش حرية معناه ان يتسع مع الوقت ويتحول الى حرية كاملة، ولذلك الان هو يغلق ويقفل ويمنع ويبيد كل الهوامش. شكرا جزيلا، مدرك تماما يعني. شكرا جزيلا لك سيد ابو المعاطي السندوبي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.